أملاً بغد أكثر إشراقاً وبجعل الأرض مكاناً أفضل للأجيال القادمة، وضعت 193 دولة تحت مظلة الأمم المتحدة 17 هدفاً للتنمية المستدامة. وبما أن لبنان من ضمن مجموعة هذه الدول، وبما أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها من دون مشاركة القطاع الخاص وإيمانه بها بل اعتماده عليها، نحن في بنك لبنان والمهجر نؤمن بأن نجاح أي مؤسسة ونموها ينتج عن تنمية المجتمع وازدهاره. لذلك تبنينا ضمن نشاطاتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية تحقيق هذه الأهداف، استناداً إلى معتقداتنا وممارساتنا الراسخة، ولجعل لبنان وطناً أفضل لأبنائه. فيولانت شركة مخصصة بالزراعة العضوية الخالية من أي كيماويات. بلون بانك كان الداعم الأساسي لشركتنا لنحصل على قروض زراعية مدعومة تخولنا نزرع 50 هكتار أراضي، نفتح أورجانيك شوب بالعاصمة بيروت، نوظف أكثر من 60 شخص، وننتج 40 منتج قسم كبير منه عم يتصدر للخارج. مشكلة الألغام مشكلة مزمنة بلبنان، كل العالم تقريبا بلبنان تضررت من هالموضوع. نحن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام كان في عنده تجربة جيدة مع بلوم بانك ببطاقة عطاء اللي عطت حافز إيجابي لهالمشروع تنظيف الألغام، وعطى ازدهار وتنمية اقتصادية للعالم المتأثرة بالألغام بمساعدتهم لإلهم بهالبرنامج هذا. وشغلة إيجابية أنه ممكن كمان تشجع بقية البرايفت سيكتور بلبنان حتى يساعدوا هالمركز بهالموضوع المتعلق بنزع الألغام. بالأساس بلون بانك بينظر للمشاريع على مستوى كل لبنان. دعمه لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان ليس دعم يقتصر فقط على المشاريع اللي هو بيقوم فيها واللي هي مشاريع رائعة، ولكن دعمه كان لتأسيس ونشر هذا المفهوم على كل الأراضي اللبنانية ولكل الشركات في لبنان. بعتقد نجحنا مع بلوم بانك أنه نأسس هذا المفهوم وننشره، مشان هيك في نجاح كتير كبير على مستوى كل الشركات والمصارف في لبنان في هذا الأمر. كنا سباقين من خلال سباق بلوم بانك بيروت معفن إنه نحط عناوين عديدة، وعلى أساسها أصبح هناك في شراكة مع الجمعيات الخيرية تفوق عدد 155 جمعية. أصبح هناك مردود مباشر بحدود 25% بيرجع لهالجمعيات الخيرية. أنا هون بدي نوه أولاً بسياسات بنك لبنان والمهجر اللي هي بتمتد على مساحات كبيرة كبيرة بالمجتمع، وبنفس الوقت نحن بجمعية المجتمع نقول إنه نحن فخورين كمان بهالشراكة امتدت على 15 سنة، وإن شاء الله السنوات القادمة كمان بيكون في استمرار. أنا تعرفت على برنامج بلوم شباب وقت اللي طلعت من الأول بالامتحانات الرسمية، والحلو فيها للسكولرشيب إنه كنت عم بقدر ساعد أهلي أنا بالجامعة، ومش بس عم بدرس واتكل عليه، وإن كان في مسؤولية محطوطة علي اللي هي السكولرشيب اللي أنا جبتها. أنا بفضل بلوم شباب قدرت اتخذ قرار لحالي باستقلالية بلا ضغوطات الاجتماعية اللي عادة بتنفرض على التلاميذ. بعالمنا اليوم الولاد عم بيواجهوا مخاطر عديدة، فبيواجبنا إنه نمكنهم بالتربية والثقافة اللازمة تيقدروا يحموا حالهم بطريقة فعالة. فتعاون بلوم بانك مع كيد بروف كان أساسي لتأمين برنامج بروتكت أد لأكثر من 80 ألف تلميذ، وكمان لتأمين برامج تدريب لعشرات الألوف من الأساتذة والأهل، حتى بهالطريقة نقدر نمكن المجتمع بكامله على كيفية حماية الأطفال. التعليم حق مشروع من حقوق الإنسان، والتقدم الفعلي لأي مجتمع يتحقق أولاً بتعليم الأجيال القادمة. لذا نتعهد تبني التعليم الجيد، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. فبجهودنا وطاقاتنا سنحقق هذا الهدف، ونضمن تنمية مستدامة لمجتمع واعد، مجتمع راحة البال.